شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز نادي الاتحاد 71-69 في اولى مباريات سلسله بيست اوف 5 لنهائي كره السله او نهائي سوبر كره السله موسم 23-24. ليتقدم نادي الاتحاد في السلسله 1-0 ويتبقى اربع مباريات اخرى. اللي هيوصل للمباراه الثالثه بالفوز هو اللي هيتوج بطل السوبر. ان شاء الله المباراه بعد بكره باذن الله. نتمنى اكيد النادي الاهلي ان شاء الله، يعني المباراه الثانيه دي مهمه حتى للنادي الاهلي انه يرجع تاني للمربع صفر. برحب بضيوفي مره ثانيه كابتن سلعاوي، اهلا بحضرتك وهارد لك. اهلا بيك كابتن ميشو، يعني برحب بيك مره ثالثه ومبروك فوز نادي الاتحاد. رايك النهارده كابتن سلعاوي، خاصه ان احنا كنا يعني شايفين ان ده ممكن يحصل، الماتش يبقى كلوز جيم، بس الحقيقه الاداء او شويه الهرجله اللي حصلت في الشوط الرابع يمكن هي دي عدم التركيز في كذا كوره دفعنا ثمنها ان احنا في الاخر النادي الاهلي خسر باسكت. مبروك نادي الاتحاد طبعا، وهارد لك النادي الاهلي. المباراه لغايه اخر ثانيه كانت في الملعب، المباراه لم ترتقي الى المستوى الجيد، مقفوله ومباراه خططيه لكن في امور كتيره ادت الى خساره النادي الاهلي النهارده، منها الفاول شوتينج، منها التيرن اوفر او اللي هي يعني التيرن اوفر الكرات المقطوعه. نسبه عمر ما النادي الاهلي وصل لهذا. نسبه الثري بوينت برضو، الفاول شوتينج كارثه. النهارده احنا جالينا ثلاثه فاول شوت في وقت مهم جدا، اثنين هاب امين واحد براندون. فثلاثه فاول شوت، انت خسران باسكت. وانت خسران باسكت ده بغير التيرن اوفر. النهارده احنا معديين ال 12 تيرن اوفر او اكتر من 12 تيرن اوفر. اما ادي لك الاحصائيه اتاكد من هذا الكلام. انا هجيلي الاحصائيات دلوقتي. لغايه اخر وقت كان الواحد معتقد ان خبرات اللاعب النادي الاهلي هتحسم المباراه، لكن المباراه لسه بدري، يعني نقدر نقول برضو لسه بدري. المباراه الجايه هتبقى اهم لان هي سواء للاتحاد او الاهلي. دايما المباراه الثانيه في السلسله بتبقى هي اقوى مباراة. اقوى، وهي المباراه الهامه اللي هي بتحسم او بتودي الفريق. لكن يعني عايز اقول لك يعني المباراه مش جيده النهارده، كان يعني هو نفس الاسلوب اللعب بتاع الشوط الاولاني والشوط الثاني اتكرر في الشوط الثالث والشوط الرابع. التالق من نادي مهيب نزل، قدر يستطيع في فري ثرو الفاول شوت في النادي الاهلي يا كابتن ميشو كابتن سلاوي صراحه يعني نسبه يعني سيئه للغايه. 23 رميه حره جايبين 13، نسبه 56%، ده حتى قلت عن الفترة الأولى والثانية، نسبة كارثة. يعني النهاردة أنت مجلي 10 فاول شوت وأنت خسران باسكت. في الوقت نادي الاتحاد الفري ثرو، خليني أقول لك بس يا كابتن عشان أبقى بقارن صح، أنت بتتكلم على الفري ثرو. الفري ثرو إحنا عندنا نادي الاتحاد نسبته 61%، 26-16 برضه نسبة مش جيدة، بس نادي الأهلي بعيد قوي 56% الحقيقة. والتيرن أوفر كابتن هقول لك بقى التيرن أوفر كابتن ميشو، خليني اقول لك برضو كمان التيرن اوفر في نادي الاهلي. اسيست تيرن اوفر اهو، تيرن اوفر في النادي الاهلي يا لهوي يا كابتن ده كتير قوي. ما انا بقول 15 تيرن اوفر. ما انا بقول لك وصلتش 15 تيرن اوفر من النادي الاهلي. الاتحاد 12 برضو بس معلش يا كابتن، 3 تيرن اوفر على طول، دي التيرن اوفر على في رايي على طول ب 4 بونت. لان انت ما بتحطش باسكت وبيجي فيك باسكت، ده يقول 4 في 3 ب 12، قول يا سيدي 6 بونت انت خسران باسكت. كابتن ميشو ايه راي حضرتك في الفتره الثالثه والرابعه، وايه سبب فوز نادي الاتحاد، وايه سبب من وجهه نظرك سبب هزيمه النادي الاهلي النهارده؟ بس كابتن هو الفتره الثالثه كانت ماشيه المعتاد بتاع الجيم اللي احنا السيناريو جيم اللي احنا كنا متعودين عليه. الفتره الثالثه برضو الاتحاد كسب 18-16 فرق باسكت، نفس المعدل الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للنادي الاتحاد. الامور كانت ماشيه للفرقتين ما فيش منها مشكله. الفتره اللي قلبت الجيم، يمكن لو احنا لما كنا اتكلمنا كابتن هيثم انا قلت لك نادي الاتحاد لو جه وقت من الاوقات هيفرق هتساعده. الوقت ده جاء نادي الاتحاد في اول 4 دقائق طلع 9 بونت 8 بونت لا 10 بونت 10 بونت كان 12-2 وصل 9-9 كان 9-0 ده الرابع الرابع اول 4 دقائق اول 4 دقائق جاب 10 بونت جايبين 12 الاتحاد جايب 12 الاتحاد جايب باسكت واحد بس الاهلي جايب هنا هنا كانت هنا نقطه التحول اللي فرق شويه كمان
ان يمكن نادي الاتحاد بدا الديفنس بتاعه الى حد ما بدا يبقى في كوميونيكيشن بين اللعيبه وبعض. نادي الاهلي اعتماد يمكن بصراحه كان نقطه تحول في كميه الريباوند سواء اوفنسيف ريباوند او في الديفنس. كيجو مين؟ عمل كيجو عامل كان كميات. بس اللي كان طبعا العامل اللي ما ساعدش النادي الاهلي النهارده في يمكن برده في الحته دي وكانت انا شايف انها كانت نقطه ضعف عند النادي الاهلي وساعدت كتير قوي نادي الاتحاد. نعم. يمكن سيف سمير عشان راجل مصاب ومروان سرحان اللي عوضهم كيجو 13 ريباوند. ما انا بقول لك يعني ده يعني معدلات عاليه جدا طبعا. اللي مروان سرحان وسيف سمير ما ساعدوش يمكن في الحته دي. اللي عوض النقطه دي وخلى النادي الاهلي يرجع بعد كده يرجع هنا للجيم هي يمكن نزول احمد مهيب. حط 9 بونت وفي وقت انت خلي بالك مهيب نازل اخر 4 دقائق او اخر 6 دقائق يعني من الجيم. كتر خيره بصراحه يعني. انا وجهه نظري ان كنت شايف ان ممكن مهيب يبقى يتحرق كرة زي كان لازم يبدا من بدري شويه. مهيب يعني كان لازم يبدا من مهيب بدري بعيد قوي لانه ما راحش البال كمان. كمان يعني النهارده لقى في اخر وقت في وقت حساس. انت عارف يا كابتن كيجو جاب 13 ريباوند اكتر ريباوندر في الفرقتين. طب ما انا بقول لك وراه هيثم كمال في الاتحاد جاب 10 بس. لا يعني يعني في المقابل الناحيه الثانيه ثبات شويه الدوله وديكسن النهارده كانوا عاملين كنترول يعني عاملين كنترول على الفرقه امتى بيلعبوا امتى بيخشوا يمكن وبعد كده في يمكن استيله عمل في توقيت كان صعب جدا يمكن اللي خدها دول من ديكسون لوحده عامل 6 اسيست. انا بقول لك ديكسون لوحده عامل 6 اسيست هم دول يمكن اكتر اسيستر في المباراه ودول هتلاقيه برده الاسطوره الكلام وعامل احمد عادل 6 برافو عليك. ما انا بقول ما هم دول المحور محورين هم اثنين اكتر الاتحاد اللي كانوا واضحين يعني احنا عندنا اكتر اسيست وعامل الجند 4 ما فيش حد عندنا جاب 6 اسيست خالص. هو الشوتر الكوارتر الرابع انت قلت حاجه كويسه يا كابتن هو الكوارتر الرابع هو اللي خلص يعني هو اللعب كله في الكوارتر الرابع كل الثلاثه كوارتر ماشيين بدليل يا كابتن ان مستر اجوستي في العادي بيتقل على التايم اوت ما بياخدش تايم اوت بسرعه. الفرقه ممكن توصل لسكور 10 بوينت ما ياخدش تايم اوت. النهارده شفناه باسكت الثاني بيطلب تايم اوت لانه قلقان من السكور يفتح. ما هي انا قلت لك انا خطوره الاتحاد فتحه السكور ان عايز وقت بس ان يبدا يعني يركب على الجيم ياخد احساس ان هو راكب على الجيم السبعة ثمانية بوت. والكلام ده حصل زي ما قلت لك في بداية كوارتر الرابع في أول أربع أنت تعرف إن في أول أربع دقايق إن الأهلي ما حطش نقطة. كان 9-0 اتردد باسكت اللي هو أول باسكت جابه اللي هو مهيب وبعد كده اتردد 3 بوينت من الدولة كانت 12-2 هي دي الفترة اللي خلصت الأوفيشال كلام كابتن يعني هقول لك بص بس خليني أقول لك كابتن الشوط الثالث خلص 21-17 71-69 لا بالتفصيل مش هتبان قوي احنا كنا يعني مش هتبان قوي بس خليني اقول لك الكوارتر الرابع الاتحاد 21-17 يعني الكوارتر الرابع 21-17 لا باينه اهي يا كابتن 21-17 الشوط الرابع و16 18 الشوط الثالث 18-16 والثاني 21-18 والاولاني هو اسوء اداء للاهلي كان في الشوط الثاني والرابع. أسوأ أداء للاتحاد كان في الشوط الثالث فقط. كل أداء الكوارتر الأولاني في الأول الاتحاد في الأول بس خلي بالك إنما كل أداء الاتحاد في الثلاث أشواط واحد. الأهلي كسب أول كوارتر خلي بالك من دي. الاتحاد كسبان الثلاثة كوارتر الباقيين في المقابل في نفس التوقيت بنفس الأرقام اللي إحنا بنقولها دي صحيح. الأهلي ليد الثلاثة كوارتر الأولانيين عشان انت الاتحاد بيكسب يعني باسكت اول واحد كسبه 3 بونت وبعد كده كاسب باسكت فرق باسكت اخر كوارتر الكسبانه 4 بونت بس ده برضو يديك مؤشر ان الاتحاد اغلب فترات الجيم هو احسن صح؟ ما صح طبعا ثلاثة كوارتر هو الاهلي الفتره الاولانيه بس هي اللي خلت فرقت مع الاهلي. خلي بالك الاهلي هي دي البدايه مع بدايه الكوارتر الرابع مع ان احنا كتيم للنادي الاهلي منذ فترات طويله ان الكوارتر الثالث والرابع بيفرض النادي الاهلي سيطرته بيفرض طب اقول لك الحاجه غريبه يا كابتن احنا عندنا السكورر في الاهلي هو براندون جاب حوالي 15 براندون جاب 17 حلو. اللي بعديه على طول ايهاب امين 11 المفاجاه بقى اللي لعب 7 دقائق بس 7 دقائق و60 ثانيه احمد مهيب جاب 9 بوينت يعني ثالث سكورر الفرقه واخد 7 دقائق وثاني زي ما قال مشو لو مهيب كان محتاج ياخد بدري شويه. طيب هنقول حاجه ثانيه هنقول اكتر اللعيبه مشاركه وإيهاب امين وبراندون الاثنين مشاركين تقريبا 32 دقيقه في الاتحاد اكتر اللعيبه مشاركه هو داكسون 35 دقيقه ممكن يجي دوله
وراه، لا وراه انس، انس انس وهيثم تسعة. لا استنى، لا 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 ثانيه واحده، المفاجاه بقى ما حسيناش بيه. شوشه 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 34 دقيقه لاعبهم، ومايكل ديكسون لاعب 35، اكتر اثنين مشاركه. احمد عادل اللي احنا بنتكلم او دولا بنتكلم ان هو لاعب كتير، احمد دولا لاعب 28 دقيقه بس، ما حسيناش بيه. بص خلينا اتكلم بامانه، يعني هو كابتن احمد عمر كمان عرف، يعني عرف يستغل امكانيات فرقته صح خلال المباراه. يعني النهارده هو عارف يوظف اللعيبه وعارف ينزل مين، ويعني شوشه لاعب كتير احنا ما حسيناش بيه لانه لاعب كتير. تحسيت بيه 34 دقيقه؟ لا لا لا، عارف يعني 34 دقيقه يعني طول الماتش هو في الملعب. أه صح ولا لا؟ يعني 6 دقائق بس او 5 دقائق ونص اللي كان بره. خلي بالك هو ده مش المعتاد لنادي الاتحاد. اللي انا بقى عايز اقوله لك في بدايه، لما جينا اتكلمنا في بدايه الحلقه كابتن هيثم، قلت لك ايه؟ قلت لك ان كل جيم محدش هيبقى ليه شكل، هيبقى ليه النهارده لما تيجي تحسب النهارده محدش يقول او نتوقع او كان بيحصل قبل كده ان شوشه ده بيلعب 34 دقيقه. ما كانش بيلعب 34 دقيقه يعني، فاهم مقصود؟ هو النهارده يمكن الكابتن احمد عمر عرف يلعب او لعب الجيم صح، يعني كان لاعب الجيم صح. في بعض حاجات ملاحظات هو يمكن ادركها، والنادي الاهلي يعني انا شايف ان واحد زي مهيب، تاني بقول لك اهو، انا يعني كان لو كان بدا من بدايه الجيم في الوقت اللي لعب فيه بعض اللعيبه اللي لعبت تقريبا ده، او على الاقل الرابع بدري شويه، او ممكن من الثالث. انت كده كده لو انت حاطط احمد عمر دور بنش كويس يعني النهارده بصراحه، ان مدرب كابتن احمد عمر دور البنش بتاعه كويس وعرف يستغل يعني، ودي كانت حاجه مفقوده في الاتحاد، امكانيات لعبته عرف يستغل امكانياته. ان شاء الله انت يعني انتظر المباراه بعد بكره القادم افضل باذن الله. واحنا كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله تكون كبوه تفوقهم شويه، وهي الرياضه مكسب وخساره، وان شاء الله جاي احسن باذن الله. كابتن سلعاوي، كابتن حمص سلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي، نورتني وشرفتني النهارده يا كابتن، وهارد لك النادي الاهلي، مبروك نادي الاتحاد. بشكرك كابتن سلعاوي، كابتن ميشو نورتني وشرفتني، ربنا يخليك يا كابتن عصام، وكنت سعيد بجيت النهارده، وهارد لك النادي الاهلي، مبروك نادي الاتحاد. وانا سعيد جدا ان انا متواجد معاكم وموجود في قناه النادي الاهلي، نورتنا يا كابتن ميشو. اعزائي المشاهدين، دي كانت جولتنا الاولى، انتظروا المباراه بعد بكره ان شاء الله في نفس التوقيت الساعه 8، هنا لحضراتكم على الهواء مباشره، ولسيد تحقيقي كالعاده هيكون باذن الرحمن الساعه 7:30. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وإلى اللقاء بعد غد بإذن الله.